نصائح للحوامل. اكل البيض، اكل البيض ولا لا، او البيض بيزود الزلال؟ طبعا الكلام ده غير واقعي خالص، في حدود الكميات الطبيه المسموحه. يعني هتاكلي بيضه او اثنين او ثلاثه في اليوم عمرهم ما يرفعوا الزلال، وده مسموح به تماما، ومفيدين كمان لصحتك والجنين والبروتين، لان البيض فيه نسبه بروتين كويسه جدا. الحاجه الثانيه اكل الكبده. الكبده مشهور عنها في وسط الناس انها ممنوعه، واوعي تاكلي كبده اثناء الحمل. انا بقول لك كلي كبده، لكن تبقى عارفه حد التسمم من فيتامين اي او فيتامين اي اللي موجود في الكبده، وهو 8 كيلو يوميا لمده 6 شهور، وده مستحيل بني ادم ياكله. فعشان كده كلي كبده، هتاكلي ساندوتش كبده مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، ثلاثه في الاسبوع، كل ده مسموح بيه، طبعا تكون كبده نظيفه مش مجمده او مش مجهوله المصدر. الحاجه الثالثه الفسيخ، اوعي تاكلي فسيخ اثناء الحمل. الفسيخ والسردين والرنجه ممنوعات اثناء الحمل، لانها بترفع الضغط، ممكن تؤدي لحدوث تسمم حمل او مضاعفات او تسمم معوي احنا في غنى عنه. الحاجه الرابعه هي العلاقه الزوجيه. العلاقه الزوجيه كويسه جدا اثناء الحمل ما لم يكن هناك داعي طبي يمنعها، زي مشيمه متقدمه، زي انقباض في الرحم، زي انفجار مبكر في جيب الميه بتاع الجنين، كل ده بيبقى فيه ممنوع العلاقه الزوجيه. لكن العلاقه الزوجيه العاديه معدل كل 5 ايام مره بدون مجهود او عنف، دي كويسه جدا لانها بتزود تغذيه الجنين وبتزود تغذيه الرحم وبتفيد الحمل.